اخوات تاني يعني غير الايطالي؟ اه عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى بوريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك، هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره دي بقول لك ايه في ايه؟ اه دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. مش معنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صوره امي. ما انت ما تعرفيش امي دي، امي دي هتعرفيها هتعرفيها. يا ولا يا ولا انت وهو لعب بعيد، والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتائج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا، جت في القرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي، عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزدان يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواف؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي وننم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه تنمي على مين يا بنتي؟ على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي؟ امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك اسم الله يا اختي، عاوزين انيم معاكي على جمالات بطبق رز بلبن. لا يا حبيبتي مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. اه والله والله ما يغلو عليكي يا مسوكه، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، مالها مترمله يا عيني. اه البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلايجه كبير في السن، اه ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. اه ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش، هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر؟ الله لكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه يا اختي. انا معرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بت البت ده ايه سهناي؟ اه والله سهنه كده هوت، وتحس انها ما تريحكيش زي ما يكون عندها حاجه كده هوت مدفونه جواها. اه والله. لا 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 حاجه مدفونه عليك انت برضو يا مسوكة. اه انت كده لا تبقي خالتي ولا عرفت. وحيات مقاصيصي دول لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله ده، انا ما بقاش ام سوكا يا بنت. تخرج تقعد انا ماليش فيه، انا اللي عايز اعرفه دلوقتي اللي بينك وبيننا ولا ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري، الواد غزال. سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا، اللي بينك وبين نواه. نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا هيم، انا كوريا. وانا هيمه حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوف ام الجوز مرميين في مشرحة. قادر يا كريم، ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ شفتش عملت ايه؟ شفت شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا، ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله ده شغل حريم، دي بتعمل كده عشان قرشه ملحتك، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم هتقرطص لك، حاضر هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحه لك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيمه، ها بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيروح يشرب يروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه؟ انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا طلع فايبريشن. مزه مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اختي البيت ماشيه ولابسه وبتترقص زي بتوع السيما بالظبط.
عشنا وشفنا فيك يا بطن البقرة. أقطع دراعي من هنا، إن ما كان ورا البت دي إن، بس أنا بقى مصير أعرفها. إيه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله؟ عم بيومية دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبة. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انت تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبة، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون، فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي والتاني هيبقى معايا والتالت هتوديه لهايدي، وبنفس الطريقة اللي رحت لها بيها المرة اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حتة وتروحي لها وتدي لها تليفون وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش باي حد غيري انا او انتي وفقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبه؟ يعني كلها يعني انا كمان متراقبه؟ ايوه دينا بقول لك كل مكالماتك متراقبه، لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجه على التليفون تخلي بالك. دينا فاكره المحل أيوة اللي كنا ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. هو انا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين على الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسفه. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. مسوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ خرجوا راحوا فين؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة، ما تتخيرش عنها، هيكون روحوا فين يعني؟ واحنا شعرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكة دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجة مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كده، هو تلرمت لا سلام ولا كلام والله. على فكرة اللي انتوا بتعملوه ده عيب، دي مش اخلاق اولاد الحارة المصرية الجدعان. يلا يا قاضي يا ابني المفتوحة منك دي من هنا. مش معقول يا كوريا انتي؟ انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيت يلمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده؟ صح. لا طبعا. يلا يا سوك، هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا يلا. بالراحه يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق ليه ده؟ يلا يا سوك. لا مؤاخذة حاجة نام، يعني مفيش حاجة. يلا يلا. مساء الخير. يلا سوكا. على فكرة أنا ما كنتش نازلة أتفسح في الحارة ولا أعمل شوبينج، أنا نزلت عشان سندس كانت عايزاني أنزلها. عشان مين يا أختي؟ سندس؟ وأنت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسود ولا ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربه لي استريشتو وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. بس بقى انت وهي بس وحياه سعد، ان مسكته لقوم انزل عليكوا شبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا نغه تسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشوله بشبشاب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجه، انا مستحيل اتكلم مع واحده فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابه اللي انت فرحانه بيها دي انا قاعده فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزه حوار معاكي. تعالي هنا. فلوسك ايه يا ام فلوس؟ انت زهقتينا بفلوسك يا اختي، اللي كل شويه فلوسي فلوسي فلوسي. مش فاكرين يا ست البنك المركزي؟ مش عايزين منك حاجه، اللي يشيل ويحط عليك يا بعيد. ده انت داخله عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انت مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها انا عايزه افهم. ما هو انا اخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالكر.
يلا يا اختي يلا، جت كنيله تخطف.